الخصوصية الجديدة، وافقتوا عليها، ضغطوا اوكي. خلنا اعطيكم كامل العلم واوضح لكم الشائعات الكثيرة قاعدة تطلع وانفيها، واكد العلم الصحيح في الشروط حقت سياسات الخصوصية الجديدة على الواتساب. اذا عندكم ايفون كذا بيطلع لكم، عندكم خيارين، يا تضغطوا اكس فوق يا تحطوا موافق. اذا عندكم اندرويد عندكم خيار موافقة لاحقا او موافق. اللي وافقوا اموركم طيبة، اللي يقولوا لاحقا اخر مهلة 8 فبراير. يوم 8 فبراير بتفتح التطبيق حسب المتوقع، يقول لكم يا توافق واشتغل كتطبيق يا لا توافق وما يمديك تشتغل على التطبيق. هل هذا الشيء منطقي؟ نعم. يوم انتم تثبتوا تطبيق واتساب لاول مره يطلع لكم شروط واحكام وافقتوا عليها، وبعدين حطيت لكم جوالكم وتومتوا الوضع وتممتوا اموركم طيبه، صح؟ كلنا سوينا كذا، تحدثت هالشروط فعليها انتم الحين جالسين توافقوا على التحديث اللي صار. اما اللي يجي يثبت واتساب من جديد يطلع له الموافقة نفسها الأولى اللي وافقتوا عليها أنتوا وأموركم طيبة. طيب أنتوا وافقتوا على إيش؟ المحادثات حقتكم على تطبيق واتساب مشفرة، ويسموها تشفير end to end، يعني من طرفكم إلى الطرف الثاني اللي يستقبل الكلام، حوار المحادثة مشفرة بالكامل. نفس هذا التشفير وأسلوبه هو نفس التشفير اللي موجود في تطبيق سيجنال اللي قاعد يروحوا للناس، وما أدري وش استفاده إذا هنا نفس التشفير هو هذا. طيب وش الفائدة؟ التشفير حق المحادثات موجود، طبيعة المحادثات واللي تسووه في المحادثات مشفر، ما حد يقدر يطلع عليه. إذا فيسبوك حصلت على نفس المحادثات فحتحصل عليها مشفرة فما حتستفيد منها. فيسبوك اللي بتلاقيه نفس الأشياء الظاهر اللي يشوفها النمبر بوك. فالحين صورة الملف الشخصي، إيش حاطين اسمكم، الدعاء اللي أنتم حاطينه، الأشياء الأمور اللي معروفة أنها تشارك مع التطبيقات، وفيسبوك قاعد تقول إن أنا أقدر أخذها من واتساب وأنتم بتوافقوا على هالشروط. يستخدموها تجاريا في اغراض الاعلان والاشياء دي كلها. فخليني اكسر الموضوع حبه حبه وافصله بالاصح لكم باذن الله. هل تحديث الواتساب الجديد بمجرد الموافقه على الشروط المحدثه هي موافقه على نشر الخصوصيه في الفيسبوك؟ ممتاز. محادثاتكم في الواتس تستمر في الواتس، لن يتم نشر محادثاتكم على تطبيق الفيس او اي تطبيق ثاني تملكه شركه فيسبوك. ذكرت انه المحادثات مشفره، يعني الكلام تكتبوه حطوا انتر يتشفر، يروح للسيرفر واتساب موجود عندهم مشفر، بعدين ينتقل للشخص اللي انت ارسلت له الكلام، راح لعنده تم فك التشفير عنده، شاف الكلام واتساب راح لهم الكلام وصار عندهم في السيرفر عشان يطلع الصح صحين دي على اساس يكون عندهم لين ما يوصل للطرف الثاني، بعدين خلاص راحت من عندهم الطرف الاول والثاني، قرئت بعد ما فك التشفير، تم ارسالها بعد ما تم التشفير، فمشفره ولا حد عرفها المحادثات وش. جيب معك خبز لا تجيب خبز، ما حد عرف عن المحادثات وش فيها. لكم الحق في كامل خصوصيتكم واحترم كامل خصوصية التطبيقات، ولكن اوضح اللي قاعد يصير. هل في بدائل؟ في بدائل كثيرة، ودائما كانت تصير وتيرة الواتساب يوم يتعطل الناس تبحث عن بدائل، يوم يصير في مشكلة من ناحية الاتصالات الناس تبحث عن بدائل. في تليجرام معروف من اول موجود، وايضا خصائص جت على الواتس كانت موجودة اصلا في تليجرام، ولكن انتشاره مو كبير، فبالتالي يوم تحطوا عندكم تليجرام ما يضمن ان الطرف الثاني عنده تليجرام، فبالتالي تقدر تكمل سواليفك معاه، سواليف اللي بديتوها على الواتس. الامر الثاني سيجنال، ذا اللي طلع، اللي اسس سيجنال واحد كان شغال في واتساب، طلع خلاص شبه طلع من واتساب، وبعدين طلع التطبيق اللي قال هذا التطبيق همه واساسه خصوصيه الافراد، ولن يتم حفظ نسخ احتياطيه من المحادثات المشفرة عندنا، لا كلها على الجهاز خلاص. وكذا صار سيجنال، وسيجنال له تفاصيل كثيرة في الاستخدام وله خصائص، وفيه نفس التشفير اللي في الواتساب بالمحادثات. خصوصية تليجرام عالية، وخليني أعطيكم صورة فيها مقارنة ما بين خصائص واتساب تليجرام وأيضا سيجنال. الصورة هذه أمامكم، خلينا نشوفها سوا. مسائل الانت اند انكريبشن اللي هي اول خانه التشفير موجود فيهم كلهم، بعدين تليجرام اونلي فور سيكريت شاتس اول كولز، يعني يمديكم تحطوا خاصيه السيكريت شاتس، فاذا التشفير حق واتساب وسيجنال نفس الشيء، بعدين ديسابيرنج مسجز الرسائل اللي تختفي موجود نفس الشيء في كل التطبيقات، شات باك ابس نسخ احتياطيه اساس ينتقلوا من جوال لجوال، نعم موجود على الواتس، على السيجنال لا من جهاز لجهاز، والتليجرام موجودة ولكن تخزن في الكلاود حق تليجرام سحبتها. سكرين لوك كلهم سكرين لوك، ادفرتايزمنت كلهم ما فيهم ادفرتايزمنت، بلانز تو اد كلهم اصلا يخططوا يحطوا دعايات الا سيجنال، ولحين ما في خبر.
جروب تشات سكيورتي، نعم في امان على الجروبات الا في تليجرام، يعني الوضع قل في تليجرام. فويس اند نقدر نقول فويس كولز، فيديو اند فويس كولز كلها موجوده على التطبيقات الثلاثه، الخيار عندكم. طيب نروح للشائعات بحر، خلينا نروح لها. الشائعه الاولى، هل واتساب ستشارك المحادثات الحين مع فيسبوك؟ ابدا، لن يتم مشاركه محادثاتكم مع الفيسبوك، فهي مشفره من الاخر. وذكركم يمديكم ترسلوا سنابات لغيركم عشان تصبحوا حول المعلومات. هل واتساب يشارك موقعي مع فيسبوك؟ فقط اللوكيشن حق الابروكسيميتي اللي هو نقدر نقول مكان القريب اللي انت موجود فيه، ولكن مش تحديد الموقع. Only approximate location information، هذه اللي يتم محادثتها، هذه الموقع الرسمي حق واتساب، تمام؟ هل واتساب الحين يمتلك المحتوى حق الفيديو والصور اللي موجود عندي اللي انا شاركته في التطبيق؟ ابدا لا، ويخضع الى خصائص التشفير end to end. اوكي، اللي بعدها، هل واتساب يطلع دعايات؟ ليس الان، يمكن يجيبوها بس مو الحين، ما في اي دعايات. نكمل. هل واتساب يسجل او يتتبع محادثات الصوت ومحادثات الفيديو على التطبيق؟ لا، كلها خاضعة للتشفير طرف لطرف وتخضع لنفس إمكانيات السرية. واتساب لا تشارك هذه المعلومات بل لا تحتفظ فيها. هل واتساب يخزن الرسائل؟ لا، بإمكانكم وضع نسخة احتياطية على جوجل درايف، هذا المتعودين بيجب